انظروا إلى هذه الفاتنة، إنها شجرة القات التي أسرت قلوب اليمنيين واحتلت المرتبة الأولى في أولويات الشعب، حتى أنها تعتبر الحاكم الأول للشعب اليمني. لقد سألنا الخبير آدم ستيفن عن فوائد هذه النبتة. إنها ليست مجرد شجرة، فقد أجرينا نحن العلماء الأبحاث لأكثر من 50 عاما، وصدمنا أن لها فوائد كثيرة، حيث أنها تحتوي على مادة الكافيين بنسبة عالية، لكن هذه المادة تتركز بشكل كبير في النوع النهمي منها، إذ تعادل العشبة الواحدة من 50 كوب قهوة. أصبح القات عادة لا يفارقها اليمنيون، فهم يخزنون بشكل يومي لما لا يقل عن 5 إلى 6 ساعات. لذا فإن مدمني القات يعانون من الرازم في حال توقفوا عن مضغه. الرازم أو ما يسمى الدكاك، اسمه العلمي الجاثوم أو شلل النوم sleep paralysis، هو أسوأ كابوس قد يراود المدمن. إن التخزينة الواحدة من القات يبلغ سعرها 2000 إلى 3000 ريال، أي ما يعادل 8 دولارات. إنها حقا ملكة اليمنيين.